معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من فيينا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، مرحبا بك. إذن الأمم المتحدة تطالب اليوم الحكومة في بغداد بوجوب تحقيق العدالة لضمان عدم عودة الأزمات وتفجر الأوضاع. ألا يعد هذا اعترافا بوجود مظالم في العراق وإن كان مختزلا أو يأتي على استحياء؟ السلام عليكم. بالبداية تحياتي للجميع. حقيقة الأمر مع الأمم المتحدة أنه قاعد تطرح هذا الأمر، بالتأكيد هو واضح للأمم المتحدة وكل المنظمات المجتمع المدني أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الحكومة العراقية وخاصة من الجيش والشرطة، لأن احنا نعرف الجيش والشرطة هي متكونة من عدة من الميليشيات اللي موجودة في العراق. هذا الأمر هو حقيقة اعتراف رسمي من الأمم المتحدة بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، وهي اعترفت من الزمانات السابقة أيضا في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. أما المنظمات المجتمع المدني الموجودة في العراق والمتواجدة بالوقت الحاضر على الأرض هي تكتب وتراسل وتلتقي بكثير من السجناء العراقيين الموجودين، وتعلم جيدا كيف يكون هنالك الانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الرسمية العراقية. نعم. طيب، كثير من المخطوفين سيد ضياء في سجون القوات الحكومية والميليشيات تظهر عليهم آثار تعذيب، إلى أي مدى ترى أن التعذيب في السجون الحكومية بات ظاهرة؟ التعذيب في السجون الحكومية هذه ظاهرة وليست شيء بجديد، لأنه هذه الظاهرة بدأت أول ما دخلت الولايات المتحدة بجيوشها وأخذت العراقيين واحتجزتهم، ونحن نعلم ماذا حدث بأبو غريب، وبقت هذه العملية مستمرة، تعذيب العراقيين وخاصة المختطفين والاعتقالات العشوائية التي تحدث في العراق، وابتزاز من المعلومات اللي حقيقة أكو بعض الناس بالتعذيب اعترفوا على أشياء هم لم يعملوها لتخليص نفسهم من كثر الظلم الذي أو التعذيب الذي هم فيه، واعترفوا بهذا وقسم عدموا على هذا الأساس، ولكن هو لم يقوم بهذا الذنب إطلاقا. هذه الحكومة العراقية تتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية قتل العراقيين بالتعمد، وهذا التعمد يعني المحكمة تعرف والقاضي يعرف والمجدح والشرطة تعرف والأمن يعرف والدولة تعرف والسياسيين يعرفون أنه هذه المجاميع من البشر هي بريئة، ولكن تقتل لأسباب، أولا لأسباب طائفية وبعدين لأسباب عدائية أو شخصية أو لأسباب الاستفادة من قتل هذا الشخص لاستفادة مادية أو استفادات أخرى. هذه العمليات تحدث في العراق. نعم، وفاة معتقلين في السجون الحكومية بسبب اكتظاظها بالمسجونين وتفشي الأمراض فيها، يعني فقط في سجن الحوت في الناصرية 16 حالة وفاة في منذ مطلع العام الحالي، من يتحمل مسؤولية هؤلاء؟ بالتأكيد تتحملها الحكومة العراقية، لأنه هذه الأعداد اللي ذكرتها أنه حقيقة هذه الأعداد ربما تكون أكثر من هذا الأعداد اللي ذكرتها السجون العراقية. هذه الأعداد فقط في إحدى المعتقلات في الناصرية، وليست المعتقلات كاملة في العراق. المعتقلات لسبب الأمراض وتفشي الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة اللي موجودة، كثير من الناس المعتقلين عندهم أمراض مزمنة، وهذه الأمراض المزمنة لا يحصلون على الدواء والعلاج الكافي لحتى يستمر في الحياة. ولحد هذه اللحظة الإحصائية تقول أنه هذه الأعداد غير كافية، وهذه الأعداد حقيقة أعداد هزيلة، ولكن الأعداد الحقيقية هو أكبر من هذه بكثير. نعم، الحكومة العراقية لا تراعي الظروف الصحية الموجودة في السجون العراقية، ولهذا السبب أنه هذه الأمراض تحدث في كل السجون العراقية، وهذا سجن واحد من العراق من السجون العراقية. نعم. إذن وسط كل هذه الانتهاكات كيف ينظر المجتمع الدولي لملف العراق الحقوقي؟
الملف العراقي الحقوقي في الوقت الحاضر حقيقة كل المنظمات المجتمع المدني هي تكتب وتناشد وتطالب، ولكن لا من يسمع. الحكومة العراقية مستقوية بالولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعلم جيدا أن هذه الحكومة العراقية في الدول الأوروبية والقضاء العراقي غير معترف فيه في الدول الأوروبية. هذا خير دليل، يعني دليل واضح أنه هذه الحكومة العراقية حكومة فاشلة، ولا يمكن أنه تقوم هذه الحكومة بإنقاذ الشعب العراقي. الحكومة مسيرة من كثير جهات، ومن ضمنها إيران تسير من الولايات المتحدة، والحكومة العراقية ليس لها كرامة. الجيش والشرطة الأجانب الموجودين من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الأخرى يدخلون للعراق ويخرجون بدون فيزا وبدون احترام لأي، مش شرط أنه ترامب دخل العراق وخرج هو ومجموعته، وإنما كثير من الناس يدخلون العراق ويخرجون، حتى الإيرانيين أخي، حتى الإيرانيين يدخلون إلى العراق ويخرجون بدون مراسيم أو بدون أخذ الفيزا والإقامة أو بدون إشعار الحكومة العراقية بدخولهم وحتى في خروجهم. هي هذه الحكومة؟ شكرا جزيلا لك من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نبسة، سيد ضياء الشمري.